السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مرحلة جديدة من مراحل برين تيست. كيف يمكن للحافلة أن تمر عبر هذا الطريق؟ كما ترون الحافلة كبيرة حجما، لذلك لا يمكنها أن تمر بأي حال من الأحوال عبر هذا عفوا عبر هذا الطريق. لذلك الحل سهل جدا، وهو تصغير الحافلة هكذا، يعني نقوم بوضع أصبعين على الشاشة ثم نقوم بالتصغير كما تفعلون دائما في على هواتفكم، ثم هكذا تكون السيارة تمر بسرعة، وهكذا نكون قد أجبنا على سؤال هذه المرحلة. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.